عنك إلا نفست، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا يا رب العالمين إلا رحمت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا فيديو جديد وخفيف، يعني طبخة سريعة ولذيذة في نفس الوقت. عنا البروكلو كله احنا، او الوردة يعني، هذه نعرفش شنو يسموه، احنا نقولوا البروكلو، وردة البروكلو. انا هذا خليته في شوية ماء وملح ومغرفة خل باش يولي ابيض، ما يقعدش لونه متغير، يعني مغرفة خل شوية ملح وماء وصفيته. باش نعملوه اليوم طاجين في الفرن. يعني اول حاجة نبدأ بها نحضر الطبق اللي باش نطيب به في الفرن. نحطه شوية زيت، مش برشا، يعني شوية زيت زيتونة في القاع، قاع الطبق. حطينا الزيت، نجو ننظموا الكعبات، يعني البروكلو نحطوهم جنب بعضهم. نجيبوا شويه جبن مرحي كما شفتوا، يعني جبن مرحي، اللي يحب مالح، اللي يحب حلو، اللي يحب كل واحد شنو يحب. انا خذيته من غير ملح، جبن من غير ملح، ونحط على كل واحده طرف جبن. نجم نخلطوه في الخلطه، احنا باش نعملوها خلطه، نجم نحطوه، يعني نخيروا انا باش ما يضيعش الجبن، يجي فوقها افضل يعني. وتحب تخلطيه، ما عندكش برشا جبن، تخلطيه شويه في الخلطه. كملنا جبن، حضرنا ثلاثه بيضات كما تشوفوا هنا، ثلاثه بيضات، الثلاثه بيضات هذوما باش نفوحوهم. اول حاجه باش نحط لهم الملح، يعني رشة ملح. عنا هذا سكنجبير، فلفل أكحل كما وكمون، يعني الريحة اللي حشتنا بها هي الكمون. هذا كمون مرحي، هنكثروا منه شوي. المعدنوس، عنا معدنوس، نحبوا نحطوه في الخلطه، نحبوا نحطوه فوق الكعبات، يعني النجم نحطوه بالطريقه هذه، كل واحده فوقها شوي، نجم نخلطوه معاهم، يعني اختياري وين انت تحب تحطوا. حطينا لهم المعدنوس باش نكملوا. توا مغرفة عنا قشطة، قشطة أو كريم فريش، مغرفة كريم فريش، هذه مغرفة كريم فريش. وعنا الكريمة العاقدة متاع الطبخ، احنا خذيناها كريمة نص عاقدة، مش عاقدة كاملة، نص عاقدة. ونكملوا، مش العلبة كاملة، نص العلبة، هذا يعني نص العلبة حطيته. بالطبيعة الفرن يكون حاضر يسخن، يعني حضرنا احنا الفرن يسخن، الحرارة مهيش عالية، باش تكون 160-170 باش العظام يطيب في عقله ما يتحرقش، خاطر كان حرارة عالية
العظام في ساعه تسيب وتتحرك، يعني خلوها متوسطه. وجربوها وتشوفوا، سهله وبنينه، يعني تجي عشاء خفيف، تجي في بلاصه طاجين. نحاولوا نحلوا اصفر العظم والقشطه، وجبة مغذية وسهلة وما تكلفش يعني، واقتصادية في نفس الوقت. على بركة الله نصبوه فوقها، مش ناخذ بالمغرفة مش نتأكد كل واحدة اللي صبيت فوقها. اللي يحب يزيد يحبها حارة يضيف لها فلفل أحمر، الخلطة يضيف لها فلفل أحمر مش تجي حارة، اللي يأكل الحارة. يعني هذه النجم نزيدو شوية هريسة ولا فلفل أحمر باش تجي موزوزة شوية، ونكمل ونضيف ونصب الباقي باش نحطوه في الفرن. كما شفتوه نحطوه في الفرن حوالي 20 دقيقة، يعني ما يبطاش برش، حوالي 20 دقيقة بإذن الله تكون جاهزة. وهذا كما شفتوا رجعت لكم بعد ما حطيته في الفرن، الفرن كان سخون برشا، يعني ماذا بينا بأقل حرارة، يعني حتى 100 درجة باش يطيب يطلع ذهبي. يعني سخنته، يعني خذا مدة طويلة باش سخن، يعني في ساعة العظم ما بين فيه، أما في العادة يجي كيما اللون هذي هكا ذهبي الكل. هذي باش نشوفوه مع بعضنا، يعني نجمو ناخذ كل قطعة وحدها، نجمو ناخذهم هذا كما شفتوه بالطريقه هذه، يجي مزين كل كعبه بروكلي وحدها بالمكونات نتاعها. علاش حطيت لها جبن فوقها باش معناها ما يضيعش الجبن في الاطراف ويقعد فوقها تتبنوا فيه بنة. جربوها وان شاء الله تعجبكم الطريقه، وصحه بالشفاء مسبقا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم. مكروبا إلا نفست، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا يا رب العالمين إلا رحمت.